تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى يوم أمس في قصر الصخير أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية. فقد وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد أدريانو سيلفا بوتشي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. تسلم جلالة الملك المعظم أيده الله أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وتبادل معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونماء في المجالات كافة، تمنيا جلالته للسفير التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية، وجرت لسعادته المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من نمو وتطور في المجالات كافة، متمنيا جلالته للسفير التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. كما وصلت إلى قصر الصخير سعادة السيدة ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم خليل سفيرة جمهورية مصر العربية، وجرت لسعادتها المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم جلالة الملك المعظم أيده الله أوراق اعتماد سعادة سفيرة جمهورية مصر العربية، وأشاد بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من نمو وتطور هذا، ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. السلام لسيد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.